بالتاكيد طبعا يعني زميل امير، في البدايه كل تمنياتنا التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه غايه في الصعوبه لكن محتاجه تركيز كبير جدا من كل اللاعبين من الجهاز الفني. الحقيقه الشغل كان كبير جدا خلال الايام الماضيه من تدريبات فريق النادي الاهلي تحت قياده بيتسو موسيماني، شايفين روح وشايفين اصرار وشايفين جديه كبيره جدا، وده اللي احنا بنتمناه يا امير ان احنا نشوفه في هذه المباراه. المباراه اللي بتبقى بالشكل ده بتتحسم بشخصيه اللاعبين وبروح النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تكون موفقه النهارده لاختيار التشكيل، كل الامور دي باذن الله تكون في مصلحتنا، الجو كل الامور ان شاء الله باذن الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي يستكمل مشواره في التاهل لدور ربع النهائي. احنا متواجدين يا امير طبعا كالعاده في فندق الاقامه، الامور الاعتياديه والخاصه بفريق النادي الاهلي سواء الفطار يكون صباحا وايضا كمان وجبه غداء، لكن عايز انوه سريعا يمكن تم تغيير فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. يمكن تعرف يا امير يمكن الفندق يمكن الاول كان في منطقه التجمع الخامس، يمكن المسافه بتكون بعيده شويه عن استاد الاهلي والسلام او استاد القاهره، لكن الحقيقه متواجدين في فندق مميز جدا، كل الامور الحمد لله طيبه بتساعد فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ويمكن كمان الحاجه المميزه ان الفندق يقرب من استاد القاهره 5 دقائق فقط لا غير، ودي حاجه اكيد بتساعد ان النادي الاهلي بشكل كبير ان هو تحركه يكون سريع ووصولنا كمان يكون سريع. انت عارف الاجراءات الخاصه طبعا بالاجتماع الفني وصول اللاعبين قبل المباراه بساعه ونصف، لكن كل الامور دي هتكون سهله جدا ومميزه جدا من قرب فندق الاقامه الى استاد القاهره. الحمد لله كل الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي، تركيز اللاعبين واضح، كل اللعيبه مركزه، مفيش حد بيتكلم مع حد الا عن هذه المباراه وعن اهميه المباراه وعن اهميه تحقيق الـ3 نقاط اللي اكيد هدف كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. عايز اكد لك على المحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون في فندق الاقامه قبل التوجه الى استاد القاهره، هتكون في تمام الساعه 6:00 مساء على ان يتوجه فريق النادي الاهلي الى استاد القاهره 7:15 للتحرك. تعرف زي ما بقول لك 10 دقائق و5 دقائق بالكثير هنكون في استاد القاهره، فقبل الساعه 7:30 هيتواجد لاعبي النادي الاهلي بالكامل لاستاد القاهره لخوض هذه المباراه، مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي على استاد القاهره في تمام 9:00 مساء. كل الامور طيبه، بنتمنى بيتسو موسيماني النهارده كعادته ان شاء الله يكون موفق في اختيار التشكيل، اللعيبه كلها جاهزه امير. احنا عندنا غيابات وعندنا اصابات، لكن الحقيقه الروح اللي شفناها في التدريب الاخيره والتكتيك كمان اللي يمكن الراجل بيحاول ان هو يطبقه في هذه المباراه، هنشوف النهارده ضغط في الثلث الامامي، تقارب الخطوط الراجل مأكد عليه بشكل كبير، ويمكن اوقف التدريب اكثر من مره على الضغط في الثلث الامامي بشكل مميز جدا، وايضا كمان لابد تكون خطوطنا متقاربه. قراءه فنيه اكيد كانت مميزه لفيتا كلوب في المباريات الماضيه، لكن كل الامور دي فنيا اكيد احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي ذاكرت فيتا كلوب بشكل كبير جدا، لكن باكد كل مره امير الروح وشخصيه النادي الاهلي هي اللي هتحسم النهارده ان شاء الله هذه المباراه، وبنتمنى كل التوفيق ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله النهارده تكون مباراه جيده تساعد النادي الاهلي في تاهله لدور ربع النهائي. انا معاك يا امير لو في اي استفسارات. ان شاء الله كريم، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. كان بالتحديد عايز اتكلم معاك بخصوص التهيئه النفسيه للاعبي النادي الاهلي من قبل الجهاز الفني قبل مباراه النهارده في اطار المنافسه الصعبه في دور المجموعات، وبالتحديد بعد اخر مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي التعليقات كانت كتير شويه على الاداء في المباراه في الدوري، فبالتالي كان في شغل وجهد نفسي كبير جدا مؤكد من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين. حطينا في الصوره بشكل اكبر في الجزئيه دي تحديدا يا كريم. نقطة مهمة جدا طبعا زميل امير اللي انت بتتكلم عليها هو التأهيل النفسي وتجديد الدوافع بشكل كبير، الرغبة موجودة زي ما بنأكد في كل مرة، لكن تجديد الدوافع والتهيئة النفسية ده بيتطلب شغل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللاعبين الكبار اللي في فريق النادي الاهلي. الحقيقة بيتسو موسيماني محاضراته كانت مطولة بشكل كبير جدا خلال الايام الماضية، لكن التهيئة النفسية كانت مهمة. يمكن الراجل بيتكلم مع كل اللعيبة بشكل منفرد، شفناه اتكلم مع مجدي قفشة ويمكن اجتمع بيه 20 او 25 دقيقة في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، بيحاول ان هو يأكد على ان انت مجدي عندك اكتر من كده، محتاجين ان احنا نشوفك اقوى من كده، عايزين مجدي بتاع زمان. كل الامور دي يمكن بنحاول من الكواليس ان احنا نقراها من لعيبه النادي الاهلي. الاجتماعات الفرديه والاجتماعات الجماعيه بتكون ليها تاثير من الجهاز الفني، لكن الاقوى من كده كمان زميل امير اللعيبه ما بتجتمع مع بعض، يمكن ده نقطه مهمه جدا، لان اللعيبه عارفه قيمه المرحله وعارفه اهميه المباريات اللي قادمه، عارفه ان مباراه اليوم هتفتح بشكل كبير جدا المجموعه، لان المجموعه صعبه انت عارف امير طبعا المجموعه صعبه بشكل كبير. كل المباريات هتكون مباريات بطوله وكل المباريات هتكون مباريات كؤوس بالنسبه للنادي الاهلي، محتاجين ان احنا نحقق في المباريات القادمه كلها الفوز خارج الارض وداخل الارض، فكل الامور دي محتاجه تهيئه نفسيه بشكل كبير، محتاجه الرغبه تكون قويه جدا عند لعيبه النادي الاهلي ان هي تحقق نتيجه ايجابيه النهارده. الاداء مش هنتكلم عليه لان في مباريات محتاجه ان احنا نكسب ونعدي بعد كده نبدا نشوف الاداء عامل ازاي. انت عندك غياباتك النهارده يا امير غيابات عديده، يعني رامي ربيعه رؤيه فنيه، سعد سمير رؤيه فنيه، اكرم توفيق يمكن عنده اجهاد عام فكمان بيدخل تحت الرؤيه الفنيه، صلاح محسن عائد من الاصابه، فبالتاكيد يمكن صلاح مش هيخش في الجوله او يخش في الترتيب لان صلاح خلاص يمكن راجع من العضله الاماميه، فبيحاول
ان هو الايام القادمه انه يستعيده، لان المرحله مهمه وعندنا توالي كبير جدا للمباراه. وليد سليمان وعلي معلول كالعاده بيواصلوا ال تاهيل في غيابات عديده ومؤثره، لكن كالعاده كل مره بنقول كده الاهلي بمن حضر ان شاء الله باذن الله لعبتنا النهارده تكون في قمه تركيزها، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله النهارده كعادته يكون مصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي. طيب مباراه المريخ وسيمبا انتهت بالتعادل السلبي يا كريم، هل في اي تعليق من خلال الجهاز الفني على نتيجه هذه المباراه؟ يعني اقدر اقول لك يمكن ما كانش معلن، لكن بعض اللعيبه او يمكن اغلب اللعيبه كانت بتتفرج على هذه المباراه، لان انت عارف اي فريق بيكون متواجد في مجموعه النادي الاهلي لابد ان احنا نكون متابعين، لكن كان في تجمع او كده من اللعيبه تكون بتجمع ان هي تتفرج على المباراه بشكل عام، لا التركيز النهارده في المباراه فقط لا غير، لكن كل اللعيبه بتحاول ان هي تشوف يعني ملخص المباراه ايه، النتيجه ايه، اخبارها ايه، كل الامور دي. لعيبه النادي الاهلي واضح تركيزها الكبير ان هي بتتابع المباراه اللي خارج مباراه النادي الاهلي اليوم، لكن الهدف النهارده هي هذه المباراه، التركيز كله النهارده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مباراه فيتا كلوب. اكيد طبعا يعني النتائج بتكون مؤثره واللعيبه بتقول هاي لو مثلا المريخ كان كسب او سيمبا، لكن التعادل على ما اعتقد مرضي شويه بالنسبه للمجموعه، لكن هدفنا النهارده هو ان شاء الله ان احنا يعني زي ما بنقول كده احنا نغمي عينينا نكسب وبعد كده نبص على اي فريق تاني، ده الهدف الوحيد للنادي الاهلي، وده اللي يمكن اتكلم الحقيقه عليه كابتن سيد عبد الحفيظ، هدفنا ان احنا نفكر في نفسنا بس، نحقق 3 نقاط، نطلع بره نحقق 3 نقاط، توفيق بتاع ربنا، وطول ما احنا بنجتهد وطول ما لعيبه النادي الاهلي بتجتهد ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون مع لعيبه النادي الاهلي، ونقدر النهارده ان شاء الله ان احنا نكون ننطلق انطلاقه قويه جدا استكمال المشوار الافريقي والتاهل ان شاء الله لدور ربع النهائي. هينفع تغششنا التشكيل يا كريم ولا نستنى شويه احسن؟ والله يعني اقدر اقول لك يعني في مفاجاه النهارده، اقول لك في مفاجاه في بعض المراكز، لكن ان شاء الله باذن الله يكون تشكيل مميز. انت عارف يعني لسه المباراه الساعه 9 بالليل، فممكن يكون في اي مستجدات، انت عارف طبعا ممكن لعيب بيحس بحاجه او الامور دي، لكن بشكل عام يعني مش هيخرج التشكيل بشكل كبير جدا عن محمود وحيد وايمن اشرف وبدر بنون ومحمد هاني في المنتصف، ان شاء الله يكون عمرو السوليه وايضا كمان حمدي فتحي على الاطراف، طاهر حسين الشحات افشه اجاي، يعني نقدر نقول حتى هذه اللحظه ممكن يكون التشكيل ده بنسبه كبيره جدا، ان لم يكن اجاي ممكن يكون ويلتر بوليا يكون متواجد، لكن كل ده اكيد بنتركه للجهاز الفني، لان انت عارف المستجدات بتكون مستمره جدا مع بدايه المباراه او مع قرب الوقت لبدايه المباراه، فكل الامور دي ان شاء الله تكون محسومه لبيتسو موسيماني في المحاضره الفنيه الاخيره اللي زي ما ذكرت لك زميلي امير هتكون في تمام الساعه 6 ان شاء الله باذن الله. المتواجد كل اللعيبه جاهزه الحمد لله، وكل اللعيبه عندها اصرار كبير، الجاهز والمتواجد واللي رغبته كبيره جدا ان شاء الله النهارده يكون متواجد في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا المتألق والمميز دائما كريم أحمد.